اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل فيه طعم تاني بمدرسه تانيه خالص. الفراخ بناكلها مشويه على الفحم، بناكلها صينيه بالبطاطس، بناكلها شاورما زي ما احنا حابين، ولكن ناكل فراخ مشويه بالزعفران والخضار بالتاكيد فيه تركايه ولها طعم تاني. هنشوف معانا فرخه لطيفه جميله النهارده هنعملها بالزعفران والخضار، لها تكنيك عالي. الزبادي هيشارك في الموضوع مع فليفر الخضار مع الزعفران والروزماري. معانا طبق مكرونه لطيف جميل جدا انا شخصيا بحبه، المكرونه بالوايت صوص والريحان. الريحان يا اخوانا بيلعب دور مهم جدا في المطبخ الطلياني، والفليفر بتاعه مع صلصه البيستو بيعلي من طعم الاكله اذا كانت من المطبخ المصري او الطلياني. هنعملها النهارده بصلصه الريحان ونشوف نعملها مع بعض ازاي. اما الحلو النهارده جاي على بالي التمر والعجوه، الحاجات اللطيفه بتاعت الواحات وسينا من خير ارضنا. هناخد التمر النهارده والعجوه نعمل كاسات التمر بالبسكويت مع طعم الفانيليا، ازاي؟ تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده، عايز حضراتكم تتابعوها لانها غير مكلفه ولكن مكلفه فكر وخبره طهويه، وفي العاده دايما الفكر بيتحمل الماده او بيتحمل الماديات، فلما احنا نتحمل موضوع الفكر ونقدر ان احنا نفكر في حاجه بسيطه بدون تكلفه بالتاكيد بيكون طعمها مختلف. تعالوا نعمل الحلو مع بعض، سايبه للاخر دايما عشان يعملوا بمزاج، يعني مش مستعجل، خلصنا خلصنا معانا وقت بنشتغل. يشيل التوم والبصل من هنا، طالما بنشتغل في حلو سكينه تعرضت لتوم وبصل بشيليها، جلافز لابسينه في ايدينا في ريحته بصل وتوم بنغيره، نار عايزينها بنخليها، نار مش عايزينها بنطفيها، ربنا يكفينا شر النار. طبيعي طالما انت واقفه في المطبخ ميه مفتوحه وراكي، بص كده على يمينك اقفليها، مش تقول ان انا هرجع للحوض تاني، شويه الميه دول ناس تانيه اولى بيها. نار مفتوحه على الفاضي، غاز مفتوح على الفاضي، بندفع فاتورته اي كلام من نعم ربنا علينا، نقفل البوتاجاز، كل ده توفير. خلي بالك انا عامل مهلبيه وعامل التمر او العجوه زي المهلبيه، الاثنين مع بعض. مقادير الحلو بسكويت فستق حلبي جوز الهند عسل نحل، مقادير بسيطه وسهله، ولكن الطبق ده فيه شغل كده وفيه لطافه حلوه قوي. ناخد الكاسات الحلوه معانا وتعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. الاهم من ده وده مطبخك يكون رايق، مفيش لا ريحه لا بصل ولا توم. التواصل مع الكنترول. تعالوا مع بعض نشوف ازاي الحلو بتاعنا هنعمله. معانا بسكويت، يفضل يكون بسكويت بالعسل، بسكويت بالقرفه، انواع البسكويت كتيره في السوبر ماركت. معانا جوز الهند فستق حلبي عسل نحل، ومعانا حاجتين مهلبيه واخده طعم الفانيليا، ومعانا التمر والعجوه جبناها من اي سوبر ماركت اكياس كده بتاعت سينا والواحات من خير ارضنا، جبناها سيحناها مع شويه ميه سخنين، نجيب مضرب تاني والاثنين هنقلبهم مع بعض. واحدة واحدة عشان الحلو ده فيه شوية غلبة كده، وأنا دايما بسيب الحلو للآخر عشان إيه؟ أعمله بمزاج. ناخد المهلبية دي كده نسقطها هنا. حلو. وتنضرب كويس وتتخفق كويس تبقى بشكل كريمي. دول كفاية. التمر نفس القصة. جبنا التمر والعجوة فكناها بمية سخنة ومكعب زبدة. هنزل التمر ده خسارة. بسبتيولا كده. هي كده اتعشت. شوية مكرونة حلوين. قطعة من الفرخة اللي عملتها دي كده. زي الفل. عايزة تحلي بقى بالحلو ده أهلا وسهلا. نخفق الاثنين دول مع بعض، احنا شغالين كده اهو. ازاي تعملي مهلبيه؟ تعملها الحشوات بقى، تحشي قطايف ماشي، تحشي صينيه جلاش ماشي، صينيه كنافه بالكريمه ماشي، صينيه جلاش بالكريمه ماشي، كل ده مدرسه تحضير الكريمه اللباني اهو. نشا حليب سكر، نشا حليب سكر، بنحط الفانيليا تمام زي الفل. ده خلصنا منه. نرجع للتمر بتاعنا. بالراحه كده.
ناخد القوام الحلو ده كده. طبعا ده يتخفي وهو سخن عشان يديك القوام اللي انت عايزاه. ده كمان جاهز. حلو معانا بسكويت، اللهم صل على النبي. هنجيب البسكويت ده يا عم الشيف، بنكسر جزء منه كده، مش لازم ينضرب في الخلاط، احنا مش بنعمل تشيز كيك. تشيز كيك يعني بسكويت مطحون، يعني زبده، بشره ليمون، نقلب الزبده مع البسكويت المضروب في الخلاط، بعدين نعمل القالب بتاع التشيز كيك، ونقف وقفه وناخد نفس طويل. عايزاه بارد ولا سخن؟ بارد. بيتعمل طبعا بالفواكه، ويتعمل بالجبنه الكريمي اللي هي خاليه من الملح تقريبا، وبنحط له فليفر، يا اما فواكه مجففه، يا اما نحط له عصير اناناس، يعني نقدر ان احنا ندعم الجبنه باي نوع من انواع الفواكه، وليكن تكون فراوله او توت او بلوبري. سيبك من دولت غاليين شويه، خليك مع الفراوله بتاعتنا. وبعد كده بنحطه بلطافه ونقفله ونحطه في الثلاجه، ده بارد. اما السخن بياخد بيض زيه زي الكريم كراميل. الجبنه بتاخد بيض، بتاخد نوع من انواع الجبنه، وبنحطهم كلهم على بعضهم وبيخشوا الفرن. بعد ما يطلع من الفرن زي ما هو كده تخليه في الفرن ليله كامله عشان تقطعيه مثلثات زي اللي بتشوفيه في المحلات. يبقى اذا التشيز كيك اللي على البارد بيتعمل ويتحط في الثلاجه تقدري تاكليه بعد الساعه، اما اللي بيتعمل سخن لازم يبيت ليله في الثلاجه عشان البسكويت اللي بالزبده ده يشد مع التشيز مع البيض اللي مفوق فيه مع الحليب مع الفانيليا وقت كبير، يحتاج تقريبا من 5 لـ6 ساعات. طيب هنبدا ان احنا نطحن البسكويت ده بايديا كده او نكسره بايديا. الله، هو ده الكلام. حلو طفولي، حلو ولادي. وتجيبي البسكوته الهشه عشان تشرب من الفليفر بتاع المهلبيه والتمر. ناعمين يا فندم، نعم يا استاذ فاروق. حاضر، بسكويتنا كده اهو، شفت انا بعمل ايه. ناخد المهلبيه يا عم الشيف، بنحطها هنا على البسكويت. شفت الشقاوه دي؟ نفس القصه، وهي سخنه تنزل على البسكويت ده يديله طعم. نفس القصه، ولازم يبقى لها قوام كده عشان ايه؟ ما تدوبش البسكويت. انا عايز الجرشه بتاعت البسكويت لما اجي اكل الحلو. خلي بالك تعملي طبق فته، ما تحطيش شوربه كتير على العيش عشان العيش بيبش ويبقى طري، ما يبقاش الفته طعمها حلو. اما الجرشه بتاعت العيش او البسكويت وانت بتعملي حلو كده بيبقى طعمها حلو، خاصه مع الفته مع الحلويات اللي بيبقى فيها بسكويت في المكونات. نحط شويه بسكويت تاني هنا كده. والله طبق الحلو ده لما تيجي تدرسيه تكلفته 3 تعريفة، بس تعالي دوري في محل الحلويات اللي على ناصية الشارع، اللي في المناطق المشهورة، في المسميات اللي بنسمع عنها، ولا هتلاقيه أبدا. ده فيه حب كتير، تاني فيه صنعة وفيه فلوس. بكام؟ وعرض بعد الساعة 12 بكام؟ الحاجات اللي بنسمع عنها دي مش هتلاقيها طبعا عندك. يا ده أحلى حاجة. نشيل ده كده، اللهم صل على النبي. عند القمع الجميل ده كده بتاع بلح الشام، واخد التمر اللي انا عملته ده كده واحطه في القمع ده كده. بنلعب، احنا ورانا حاجه؟ مخلصين شغلنا. زي اللي قاعد في لجنه الامتحان، خلص بيراجع، والطالب الشاطر ما يقولش انا خلصت طالما معاك وقت. مش تعمل بقى 7 عضلات وفرود وانت اللي برم ديله وتطلع قبل الوقت بتاع اللجنه ما يخلص، لا خالص. الكلام ده لاولادنا. اقعد راجع، زميلك وصاحبك عايز مساعده ساعده، مفيش مشكله عادي يعني. حلو، هنعمل ايه يا عم الشيف؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلي يا ويلي، جيب التفاصيل دي يا فاروق الله يرضى عليك. ليه تزور النبي يا اخي؟
لسه ما خلصتش. لو انا قلت هشتغل في الحلو ده للصبح لسه ما خلصت. نعمين العب. هو ده معانا عسل نحل. الله، قيمه غذائيه باقل تكلفه. عسل زهره البرسيم. مش عايزه تعملي حلو بقى تجيبي على الحاجات اللي بتزعل بقى، جيب لي كيلو عسل معاك وانت جاي. طب نص يا اخي، جيب كيلو خليه هنا. نجيب هو برطمان عسل زهره البرسيم بثلاثه تعريفه من خير ارضنا. سيبك من العسل اللي بيعمل الوفات ده، ملوش اي لازمه. جوز الهند، حاضر يا فندم. اهو بشت جوز الهند لطيفه. فوزدو الحلبي هنا سيد الموقف. اهو الله عليك يا عم الشيف. عندك لوز حطي لوز يا مزاج اللوز، عندك بندق حطي، عندك عين جمل حطي، خليك احسن مني. لا زبيب ما ينفعش خالص يا فاروق، الزبيب مش مكانه هنا، زبيب على ام علي او طبق مهلبيه. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل، فيها حب اكتر بكتير، فيها خبره طهويه زي ما قلت لحضراتكم، والفكر الطهوي يوصلك للقمر، الفكر الطهوي يوصلك للسحاب، الفكر الطهوي يخليكي في الاسره وفي العائله انت ست الكل. تخش مطبخك بحب، تشربي كوبايه القهوه بتاعتك، كوبايه الشاي، تقدري انك تعملي باقل تكلفه اكل زي اللي انا عامله النهارده، طبق مكرونه بيتكلم مصري، لا تقولي طلياني ولا مكسيكي، فراخ عملتها بالزعفران جميله مع الخضار بفكر المغازي والفكر الطهوي. الحلو ده مش موجود لا في كتاب ولا في محلات، موجود هنا بس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو.